سلسلة ديال المنتديات يعني الجهوية اللي كيقودها الحزب واللي كيترأسها السيد رئيس الحزب، وهي لقاءات جد مهمة وبالنسبة للمنتخبين اللي كيدبروا الشأن المحلي واللي كتكون عندهم أسئلة و يعني حول البرامج ديال التنمية في الأقاليم ديالهم وفي الجماعات ديالهم، وكذلك حول الاستفهامات حول يعني البرامج الحكومية والقطاعية واللي كتهم المنطقة ديالهم واللي كتهم يعني الجماعات ديالهم. لقاءات وفضاءات جد مهمة لتبادل الخبرات بين أولا الرؤساء وبين المستشارين، وكذلك بين بين الأقاليم في نفس الجهة. فهذه مسيرة جد مهمة فيما يخص التنمية وفيما يخص تنزيل يعني المشاريع، وكذلك الالتقائية اللي خصها تكون في إطار ديال التنمية المحلية والتنمية الشاملة واللي كتقودها الحكومة. اليوم احنا في الرباط في جهة الرباط سلال القنيطرة في المحطة الخامسة من منتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين. منتديات جهوية للمنتخبين اللي بالنسبة لنا هي عنوان، هي أبرز عنوان لواحد الإرادة، إرادة ديال الحزب وديال المنتخبين ديالو باش يبقاو في تواصل أولا بيناتهم، تواصل بيناتهم ولكن كذلك مع القيادة ديال الحزب باش يبقى صلة وصل، يبقاو الجسور ممتدة صعودا وهبوطا بين القيادة الحزبية وبين المنتخبين. قلت عنوان ديال واحد الإرادة ديال الحزب أنه يقطع قطيعة حقيقية مع المنطق ديال الدكان الانتخابي، ديال أن الحزب يبقى يقض مع الفعل التنموي المحلي، مع الأدوار ديال المنتخبين، باش الحزب وحنا على مشارف انتهاء السنة الثانية من تدبير الانتداب، هذا الانتداب هذا بغى الحزب ما ينتظرش حتى لنهاية الانتداب، عادي يشوف ويدير تقييم، عادي يعاود يطلع الالتزامات ديالو. حنا فقط في أقل من نصف الولاية الانتدابية كنديروا هذه الجولة في 2023 على مختلف الجهات. حنا في هذه الجهة هذه اللي عندها مكانة خاصة واللي اليوم الحزب كيحتل فيها مكانة جد متقدمة وعنده فيها أدوار وعليه انتظارات جد سميتو تنترأسوا العمودية ديال العاصمة ديال المملكة، واحد العدد ديال مجالس العمالة والأقاليم، واحد العدد ديال الجماعات، واحد العدد ديال المواقع. بغينا هذه الجهة نكونوا فيها في مستوى الانتظارات كما قلت، وبغينا أن التجمع الوطني الأحرار اليوم أكثر من أي وقت مضى يبقى لصيق مع انتظارات المواطنين، يبقى تبقى الأذن ديالو مستمعة منصتة أولا للمنتخبين ديالو، أن كاينين إكراهات محلية، إكراهات ديال التمويل، إكراهات ديال التدبير، إكراهات ديال الحكامة، إكراهات اللي مرتبطة بالمنتخبين كمنتخبين في أدوارهم في المقامات ديالهم في الدور ديالهم الاعتباري. وبالتالي فاحنا اليوم في هذه المحطات اللي حاولنا من خلالها أن في الصباحة يكونوا ورشات حول تيمات ومواضيع اللي كيحددوها المنتخبين بنفسهم، وفي الجلسة العامة اللي كيستمع فيها رئيس الحزب واللي هو رئيس الحكومة لهذه الانتظارات التقارير التركيبية المسترجعة، باش إن شاء الله ما نكونوش ما نمروش مرور الكرام، باش الناس ديالنا اللي في هذه المواقع يخليوا البصمة ديالهم. اليوم كاين منتدى ديال المنتخبين التجمعيين لجهة الرباط صلاة القنيطرة. اليوم كنجتمعوا أكثر من 1000 ديال المستشارات والمستشارين الجماعيين بما فيهم الجهات الغرف المهنية والبرلمانيين والمستشارين البرلمانيين. إذن اليوم هذا لقاء من أجل التواصل، لقاء من أجل مناقشة القضايا التي تقض مضاجع الرؤساء والمستشارين، لأن اليوم إلا غادي تلاحظوا في الورشات اللي هي اليوم راه عامرة وفيها واحد النقاش مهم جدا، كتلقى ورشة اللي كتهم التمويل الترابي،
كتلقى البرشة اللي كتهم الميزانية ديال الجماعات. اليوم الميزانيات ديال الجماعات الغالبية ديالها ونقول لكم بأنهم ديفيسيتير، ما عندهمش، ما كيعجز، عجز في الميزانية، والعجز ديال الميزانية ما كيخليش الرئيس أنه يقوم بالدور دياله اللي وعد به الساكنة واللي وعد به الناس اللي صوتوا عليه. إذا اليوم كاين نقاش كيفاش يمكننا نرفعوا من هذه الميزانيه ديال الجماعات الترابيه، كيفاش يمكننا نرفعوا من الحصيص ديالنا ديال لاتيفيا، لان الضريبه على القيمه المضافه هي اهم مصدر لتمويل الجماعات. اذا اليوم كيناقشوا هذا الشيء، كيناقشوا كذلك الوضع الاعتباري للمنتخب وشنو هي الحمايه اللي كيديرها له القانون، اللي كيوفرها له القانون التنظيمي، القوانين التنظيميه الترابيه. كذلك اليوم كنناقشوا مساله ديال التكوين ديال المستشارين. اليوم عندنا مستشارين عندهم شعبيه ممتازه وناس مزيانين وطلعوا باصوات وطلعوا بكذا، ولكن خداو الرئاسه ولكن ما عندهمش امكانيات ديال التدبير، لان هادشي ديال التدبير ديال الجماعات وباش تكون امير بالصرف خصك واحد النوع ديال التكوين. اذا حنايا غادي نهضروا على مساله ديال التكوين وكيفاش غادي نوفروا لهاد المستشارين المجال ديال التكوين. واليوم غادي تتم المناقشه ديال القضايا التي تهم محاربه الفوارق المجاليه، يعني وغادي نشوفوا نهضروا الناس غادي تهضر على الطرق والناس غادي تهضر على لي بيست وغادي تهضر الناس على الماء الصالح للشرب وغادي نهضروا على الماء ديال السقي، لان اليوم ما تعرفوا بانه الجهه ديالنا ديال الرباط سلا قنيطره راه هي جهه فلاحيه بامتياز، راه هي اول فلاحيه ديال لي زاكريم، راه حنايا راه الرباط راه الجهه ديال الرباط سلا قنيطره راه هي اللي كتعطي لي زاكريم، راه يعني بحيث انه وحنا الاولين في الليمون وحنا الاولين في واحد العدد. اذا راه الماء ديال السقي راه ماء مصدر مهم بالنسبه لنا الفلاحه. اذا حتى هما كيطالبوا بمراكز ديال تحليه المياه في الجهه ديالهم، اذا لان حنا مع هذا الشيء ديال لو ستريس ايدريك اللي هو كيعرفوا العالم باسره وخصوصا مع كذلك المغرب، اذا حتى هما كيطالبوا بالمياه، كيطالبوا باش يكون واحد لا غروبول.